الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اصبروا علي، الإنسان دائما إذا واجه معلومات غريبة، إذا هو إنسان سوي، الأغلب ليس سوي، لكن نقول الإنسان سوي فهو يستقبل واثق بنفسه، ولو صغير ضعيف يقول ماني عالم كبير، أنت عند الله عظيم، أسجد لك الملائكة، لا فرق بينك وبين أي أحد، كل الذي عند غيرك عندك، هم فعلوا وأنت ما فعلت، بس أسجد لك الملائكة. ولما قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، قال إني أعلم ما لا تعلمون، هذا فيه صفات وفيه وفيه، دافع عنك ربك قدام الملائكة، تقوم أنت ترجع لكلام الناس فيك أنك ضعيف محدود، قلت أيوة أنا ضعيف محدود، وربك يقول منحتك أشياء كثيرة، جعلتك مكرم على الآخرين، يعني هاته فيك ميزة أكثر، كيف مكرم وهم يعني مهم مكرمين وأعلى مني؟ ما تصلح، هذا خارق يقول هذا الكلام، ما بالنا يعني خنعنا كل الإنس على ظهر الأرض سوى واحد، هم خربطوا ضعف وصار عاجز وتافه وتعبان، لكن لما تؤمن بالله انت خلاص يا اخي، فين انت؟ انت لما تؤمن بحاكم من الحكام ويصير هو صديقك او يقربك لوظيفه، يعطيك هي الوظيفه، يعطيك قدرات، تغيرت قدراتك قبل الوظيفه وبعد، اول كنت انسان عادي دكتوره عندك، لكن بعدين حطك وزير، إيش صار؟ مزاج جديد، قدرات غير، توقيع يمشي، تسير جيش. فلما ربنا يكرمك على الخلق هذا إيش؟ عندك، عندك. جاب لك قصص القرآن، قالوا لي أنا أعطيتهم وسمعوا كلامه كويسين، إيش صار فيهم؟ طفى النار لأجلهم. واحد قال أنا أتيك بالعرش من اليمن للقدس، قمضت عين بالله، ويعني هو بالله كن مع الله، ما في شيء مستحيل، هو على كل شيء قدير، وتقول مستحيل؟ مستحيل لك، أنت ما تقدر تجيب يعني قلم من اليمن إلى القدس في خلال شهر بدون طيارات بدون سيارات، قدراتك أنت ذاتية، ما في يعني وسائل، بدون وسائل تستطيع؟ هو جابه بدون وسائل في غمضة عين، وقال لك الله في القرآن هذه القصة ليش ليس لتتسلى، لتعرف قيمتك قدرتك. فنحن الآن سوف نتكلم عن السبع التي تكلمناها قبلا، عام يغاث فيه الناس، هذه فرصة لتتزود، تتزود إيش؟ مو طعام، مو شراب، ولا شيء، الطعام متوفر في السبع القادمة، في المئة السنة القادمة، ما في خوف من الطعام والشراب وذي الأشياء، موجودة متوفرة، لكن في ناس لن تنالها إلا بالإيمان، إذا ما أخذت من هنا الإيمان هناك تتعب، تتعب تصير عجاف، وغيرك تصير عليه السيمان، سبع عجاف تصير سبع سيمان، كله شغال، وسبع سنبلات خضر وسبع سنبلات يابسات، كله موجود. ما لما القصة سيدنا يوسف هذه تفسير آخر، نحن نتكلم عن أمور أخرى.
فالآن نتزود الإيمان بالله أقرب إليك من حبل الوريد وعلى كل شيء قدير، وكن معه تصير أنت كمان قادر، أنت لست عاجز، أنت لست ضعيف، على حسب ما تقوي من إيمانك عاد شوف. وتعرف إلي في الرخاء، الآن سنة الرخاء سنة الغوث، تعرف إلي في الرخاء، تعرف إلى الله، حديث تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. لا يحتاج تدعو وتقول فين هو، يفتش عنك وفكك لأنك كنت معاه في الرخاء كده. يعني مثلا من المعجزات اللي بتصير في آخر الزمان، ما نقول نحن في آخر الزمان ما ندري، اللي هو الدجال والمؤمنون، هي فترة بسيطة 40 يوم. أول يوم صعب زي رمضان، لما تصوم أول يوم صعب والثاني أخف والثالث أخف، بعدين سائر الأيام ولا شيء. هو الدجال كذا، أول يوم صعب، يمنع الطعام عن الناس، تبغى أما يقول لك في تذكرة في حاجة، أي وسيلة إنك إيش إذا عندك تأخذ، إذا ما نجي إلا إيش اللي مؤمنون، مؤمنون به. أنت من مؤمن تقول مو ربي، ربي الله، إيش يسوي؟ يقطع عنك الطعام. الرسول صلى الله عليه وسلم قال طيب إيش يسوي ذيك الأيام الصحابة يسوي؟ قال طعامهم التسبيح والتقديس، ليس طعام المسلمين، طعام المؤمنين. في حديث في فيديو، هل كل مسلم مؤمن؟ فيه مؤمن وفيه غير مؤمن. هل كل عابد يطوف ويسعى ويصلي مؤمن؟ فيه مؤمن وفيه غير مؤمن. عشان كذا انتبه، ركز على الإيمان. فهذه سنة التزود. طعامهم حينئذ في هذا الحديث حق الدجال اللي بعدين ما نشغل فيه، نحن نتكلم بس عن شيء ثاني، بس ناخذ شاهد. طعامهم التسبيح والتقديس، منقول سبحان الله سبحان الله، قدوس قدوس قدوس، سبحان الله سبحان الله، ما ينفع، لأنه الأساس الإيمان. طعامهم ما قال يقولون سبحان الله، يقولون قدوس، ما قال، قال طعامهم التسبيح. أنت تسبح الله منزه عندك عظيم، معناته ما تفكر في الرزق، هو الرزاق كذا سبحت. أما تردد ما ينفع، الله يبغى إيمان ما يبغى كلام لسان، لسان هذا يدخل في القبر يأكل الدود ينتهي خلاص، ما منه منفع. لكن قلبك، القلب ليس المضغة هذه، القلب في الحديث موجود، مقصود أنت ذاتك الأبدي، أنت غير جسمك، جسمك يفنى مؤقت، ولادة وموت، لكن قبل الولادة موجود، بعد الموت موجود. في فيديوهات أخرى تشرح هذا الكلام، نحن الآن بنركز على شيء آخر، على سنة الغوث. الكون سيتغير، تغير هو، ولكن التغير القادم أعظم، ما يمشي فيه إلا المؤمنين بالله على أي دين كانوا، هذا أول رقم واحد. بعدين الدين الإسلامي خلاص مو مشكلة، بس في 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 المسلمين غير مؤمنين، وفي غير المسلمين مؤمنين. إيمان شيء ثاني، معرفة ربك وقدرة وكل شيء، ما له دخل. أما يجيب المضطر إذا دعا للكل، أنت مؤمن به وكنت في كرب تجاب، ظلمك مسلم وأنت يهودي تجاب. إيمان بالله هذا باب آخر، أضف له الإسلام يصير نور على نور عظيم 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 عظيم. لكن الإسلام ودين الإسلام، مرتبة الإسلام
بدون الإيمان أو بضعف الإيمان الشديد تضر صاحبها كثيرا. هذا مو موضوعنا بس برضو خرج من الموضوع كيف تضر صاحبها، علشان يعني ما يأخذ الواحد الكلام يقول هذا كلام خرافات، لا، تضر صاحبها بيجي يقرأ القرآن. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هو عن صلاة الساهي. الله أكبر، هو يدعي على نفسه. فويل للمكذبين، هو يكذب. ضر ولا ما ضر؟ ضر. اللي يقول لك أن عندك مشاكل اقرأ سورة البقرة، فيها كم آيات سبك ضدك وأنت ما تدري إيش تجلو، بس اقرأ 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 لين تخلص. خلصت 3 أيام، يلا أبغى أشوف الشيء، ما في، أنت في كرب زدت، خطيت على نفسك أكثر وأكثر. من الحكيم اللي يدلنا؟ كله يعرف كل شيء، يأخذ اللفظ ويقول يلا يا جماعة نفذوا. أولا الإيمان بالله، بعدين ما تحتاج هذا كله. قول بسم الله قوية، قول يا رب أقرب إليك من حبل الوريد. الأنبياء ما عاد يكررون، متى قال يونس لا إله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين؟ في وقت أصلا عصارة المعدة جاية عليه تبغى تذوبه وتدمره، يقولها 10 مرات ما يقدر، يا دوب قالها مرة على طول جاء الجواب. دعاء الأنبياء مرة أقرب من حبل البريد، بقول تقول له إيه انتبه كذا كذا وكذا، وأكرر وأكرر 100,000 10,000. الرسول صلى الله عليه وسلم وجد مرأة يعني من الصحابيات حاطة عندها كوم حصى أو شو اسمه النوى حق التمر، ما تفعلين؟ قالت أذكر الله. راح تركها مشى مشوار رجع هي على ما هي عليه. قالوا أعلمك كلمات، قولي سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله مداد كلماته، أكثر من جلستك يعني. الله يبغى علاقة معه هو، بعدين مع يعني أذكاره وأوراده، بعدين تأخذ أوراده وأنت ما عرفته، أو معرفتك به مضللة عن طريق أشخاص غير معصومين، خذ من المعصوم. موجود عقيدتك حديث فيديو، عقيدتك العقيدة أم الإيمان؟ ما المصدر؟ شوف الفيديو من لم يرى. فنحن مكاننا كلامنا يعني نرجع في السنين القادمة، قد يحصل يعني أنه عقبات شديدة على الإنسان الذي يريد يؤمن بالله. فالعقبات هذه علاجها مثل علاج آخر الزمان، تسبح الله، لا تقول سبحان الله، تؤمن بالله الأقرب إليك من حبل الوريد هو الشافي. يقول لك مستشفى لازم طرق كذا حد المستشفى، أنت الشافي كله عندك. تعرف إلى الله في الرخاء سنة، خلي جهدك الإيمانيات تضبطها، يعرفك في الشدة. تحتاج يقولوا لك لا ممنوع، اقرأ الفاتحة، قول يا ربي اشفيني، بس يجي الجواب سريع. عندها تجد السرعة في هذه الأمور، الآن ما تجد السرعة كثير. ليش؟ الإيمان ضعيف، السرعة ضعيفة. قوي الإيمان تجي السرعة، تجي المعجزات اللي يقولوا سموها معجزات، اللي ما في شيء في الدين اسمه معجزات، هذه يقص لك الله علشان تسوي زيها وأكبر منها. طيب، فأنت تقلب العجاف إلى سمان، لما يأتي وقتها تتفرج، 7 شداد تصير 7 مريحة. أيام الدجال التي بعدين تبي تجي، أول يوم من 40 يوم، هي كل 40 يوم، لكن أول يوم صعب، الناس يأكلون همبرجر، البيك، مدري إيش، هارديز، الكبسات، وأنت ما تقدر.
فصعبة يوم كامل ما تفطر. متعود تفطر وبعد الفطور في النص بين الفطور والغداء في شوكولاتة كاكاو كيت كات حاجات. بعد الغداء تتغدى تأخذ لك نومة تصحى الشاهي وسكوت الشاهي وحاجات، متعود على 10 وجبات. في الطريق كوفي، في الطريق يعني بسكوتات حاجات ثانية، كيكات مع الكوفي. فالآن فجأة ما في ولا شيء عندك في البيت، ما في شيء تملك، ما في شيء. فأول يوم الصوم رمضان صعب جدا، بعدين يخف يخف يخف. نفس الشيء، أول يوم صعب، بعدين الثاني، أول يوم كسنة، الثاني كشهر. يا سلام، في صعوبة بس إيش حسن، يعني مرتاح شوية بالذكر وبالتلاوة وبالصلاة وبالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، تجي طاقة طعامية. بعدين تحس إنه يعني اليوم هذا مو زي سنة، شوف 12 شهر صارت 1 شهر. اليوم الثاني أخف، صبر متحمل يا الله الحمد لله. يعني شوف البارح احنا من كسنة، اليوم شهر. اليوم الثالث كأسبوع. اليوم الثالث خفت الشغلة، صرت أتحمل وأذكر الله وتضبط معي الأمور. سائر أيامه 37 يوم كأيامكم. أمشي في الشارع مبسوط شوية، حسيت أبغى همبرجر زي العادة، أبغى كوفي، أبغى كذا. لا إله إلا الله، سبحان الله، صلى الله عليه وسلم، يا نور يا رسول الله، يا نور سميت محمد. يسوي كذا، ايش يصير؟ تكرع. اول يوم عاد خلاص شبعان وعرفت الطريقة، ثالث يوم 40 يوم خلصت، اللي معاه ورطه 40 يوم خلصت، جاري ورا الاكل خلص الاكل. طيب الحين امام ما في وضعفان، أمنت بالدجال، قلت وربي إيش حالك؟ أشد الكروب، لأنه ما يعرف عن الأمور الروحانية والإيمانية، ما يعرف، ما استغل الفرصة، عام يغاث فيه الناس. أنت مبسوط للأبد، من أول أنت مبسوط، ولكن سبحان الله شوشوا علينا الإيمان هو كذا، والإسلام هو كذا، والصلاة هي كذا، والصوم هو كذا، وخلاص خربت الشغلة. فنحن الآن هنا نستعد نصلح نضبط ونوصي أحبابنا، بس إيش؟ بدون تعلق. ليش هذا كذا؟ امشي، ما في، أنت امشي. هو يمكن يمشي في أثناء السنة، بعد 6 شهور، بعد 7 شهور يجي التنبيه، ربنا شغال، ما تشيل هم، ما في شيء اسمه صدف، مرتب كل شيء، واللي ياخذ على راسه بعدين هو مسؤول، ربنا وصله، لكنه ما يبغى، يبغى على القديم، امشي على القديم، كل شيء يتغير، ربنا يجيب تنبيهات، بشر شجر، اي شيء ما يقبلون الناس الا من رحم الله وربنا جابر الخير. طيب إذن من الآن نتمرن على الإيمان في أثناء الحياة، لا نعتزل ونقول اللهم صلي وسلم، الله أكبر، لا إله إلا الله، ما نبغى الشر الأشرار والفاسدين، هذا ليس صحيح. الإيمان يتربى عن طريق وجودك في البشر في الحياة. إن صلاتي ونسكي، هذا من حالك كذا، ومحياي تعيش مع الناس، تشوف رئيسك زعلان غضبان يسوي لشيء، انت كأنك تتفرج في افلام وانت لك دور معهم، يزعل ما ادري ايش يصير، اكون مع ربي كذا وامر لنفسي. واذا غلطت في الايمانيات مثلا، انه قلت انت وانت وانت ما ادري ايش سويت كذا، لا باس، ربنا غفور. انت تبغى تدخل من باب الغفور، ربنا جاب لك مشكلة تنكد عليك وبعدين تقول يا ربي اغفر لي سامحني. طيب ربك فاتح أبواب كثيرة، مو باب واحد،
باب كثير، باب المغفرة والرحمة هي أحب شيء، لأن الله يحب التوابين. يعني إيش؟ تسوي المشكلة وتقول له تبت، مو يحب المذنبين الذنب، يحب أنت تبت، يحب التوابين. توب مليون مليون مرة في اليوم. أحد يوقف بينك وبين ربك؟ فإحنا شو نسوي؟ قد ما أنا حط أوراق عشان ما أخرج ما في فائدة. طيب في كل شيء، يعني مو في الرزق بس، حتى في الشفاء قد يكون في صعوبة، أنظمة، ترتيبات، مدري إيش، وإنت ما قدرت عليها، عندك ربك أقرب من حبل الوريد، يقدر أي شيء أي شيء. عشان كذا سيدنا إبراهيم لما أرادوا يرموه في النار إيش يقول؟ قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. طيب الذي خلقني فهو هو يهدي، والذي هو يطعمني ويسقين. بالأسباب يطعمني ويسقين، قفل العالم الأسباب، هو موجود. الأسباب فقدت ولكن رب الأسباب موجود. دبر حالك يا ربنا، أنت خلقتني هنا أرزقني دحين كذا، كلم ربك. الذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، والذي يميتني ويحييني، كله بيد الله. يحييني معناته يدبر لي أمور الحياة، مو معناته نعتزل ونقول خلاص أرزقنا ونجلس في زاوية. لا أحد يقول هذا الكلام. أنت عايش بين الناس امشي، صار موانع فصلت من الوظيفة، بلاش أمور ثانية، فصلت من الوظيفة، اطمئن للخالق للرازق، اطمئن له، أقرب إليك من حبل الوريد. هو داري أنك هنا انقطع هذا الباب، إذا شافك تعلقت بهذا الباب قالك روح دبر، يلا افتحه مرة ثانية، ولا تضارب مع أصحابه، ولا قول بالقوة ترزقوني وما في رزق إلا من هنا. هو فاتح لك الباب على مصراعيه، قال لك في السماء رزقكم ما توعدون، هذا اللي جاك من السماء يجيب غيره. فنستغل الفرصة الآن، هذا الفترة يعني مسهل لك تتمرن، تلعب، تخطي، كل يعني مو مشكلة. لكن بعدين إذا منع عنك شيء وقلت فين وفين وفين، هو أقرب لك من حبل الوريد ما انتبهت له، راح منتبه بالأشياء زي الناس العاديين، تعب، سبع شداد ما في فائدة، سبع شداد، سبع يابسات، سبع عجاف. ولكن المؤمنين بالله بسيطة، منع شيء عندنا سبع خضر، لأن ربنا معنا، سبع سمان يأكلنا العجاف، سبع خضر، ما تخاف مع ربك كله يتسهل. مرة يعني كان في حرب في لبنان، ميليشيات قديم، هذا الكلام تفتكرون أنتم، كل واحد ماسك رشاشة طخ 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 طخ. فرحنا مرة من المرات بعد سنوات إلى المنطقة هذه، مدينة ضخمة كبيرة، فوجدنا بعض البيوت يعني العمارة 10 أدوار مثلا، في هنا شقة وهنا شقة، طرفها على جهتنا على الشارع، شقق طرفها ليست يعني مضروبة، ليست مخرقة بالرصاص من برا، بس كذا لعب لعب بالهذي، يرشون رش، وفي مناطق سليمة مرة، شقة بالكامل فاضية، وهذه شقة مدمرة ومخرقة، والشقة الثانية الشقة الثالثة.
وكذا عمارة شفنا لاحظنا منطقة سامة، قالوا لنا هؤلاء ناس طيبين، هؤلاء من الناس المتوجهين إلى ربهم، المؤمنين بالله الصادقين مع الله. قد بعضهم ما يعرف بعض، ولكن في ناس فتشوا بشعرهم وإيش الحكاية، عرفوا هذه الأمور، فلم تصب بيوتهم رصاصة واحدة. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة بدون كلام منك، وعارف الرصاصة هذه جاية جهتك يزيها وانت ما تدري عنها أصلا ولا متحذر منها، فكيف بالأقدار الثانية؟ ما أوقعنا فيما نحن فيه إلا ضعف الإيمان وكثرة العبادات، موجود لكن ليس كل عابد مؤمن. فإذا منعت من الشفاء مثلا، لازم تصريح، لازم مدري إيش، لازم شروط، وما هي موجودة عندك، الشافي موجود الآن، ضبط معه. وهكذا الأمور الأخرى الآن. وإن شاء الله ما جاءكم الله إلى هنا إلا أذكياء، افهم، ما تقول تنشر تدعدع، تسلط عليك الأضواء، أنت ملام، خليك في حالك، ضبط غيرك، نبي قل له شوف في قناة هناك، خلي راح برضو ما فهم ولا يبغى، وقال هذا في كذا وهذه القناة ما أحبها، هذا من الله صرف، ممكن بعدين يجيبه لآخر، لأي مكان أبواب الله موجودة ومنتشرة، بس الناس عنها غافلين. فأنت اعمل بصمت، أنت اعملي بصمت، وركز على أقرب من حبل الوريد، خليك في هذا الميدان توسع فيه وتعلم أثناء الحياة، وتقرأ كتب إيش يقولوا الله ما أدري إيش، هذه خليك منها على جنب، اقرأ كتاب الله، هو يعرفك بنفسه فيه، اقرأ كما يعني ذكرنا وشرحنا تفصيل في فيديو سر الأسرار الجزء الأول، سر الأسرار الجزء الثاني، طبق ما فيه دقائق، مو تطبيق يعني بياخذ منك وقت، دقائق اثناء اليوم، دقائق كلها شويه بس بتركيز، كل يوم تزيد 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 تزيد. هذا الكلام قلناه قبل اكثر من شهر، الان في ناس يقصوا قصص تغير فيهم اشياء كثيره وفي حياتهم. طيب، فركز على قلبك يا جميل يا جميلة، لأنك أنت عبد الجميل، إن شاء الله تبقى الجمال في الحياة كلها إلى الموت لو عشت 100 سنة 200 سنة وليس 7 سنين. وأنت ما دمت تحب الشافي فأنت شافي، يأتي يوم من الأيام يدك فيها بركة، لسانك في بركة، وجودك بين أهلك وقاربك واللي حولك يحسوا بفوائد وبركة، وأنت لا تدري، أنت رايح حبك نفسك، بس يشع الخير يشع والشر يشع، وتحب القوي تصير أنت قوي، تحب الحاكم حط لك وظيفة وزير تصير عندك صلاحيات شيء ما كانت فيه، نفس الشيء قرب من الله يجعل فيك صلاحيات قدرات تتفعل بدون إرادتك. طيب، نحن نقول إيش هنا؟ نؤمن بالله ونكفر بالطاغوت، ما يصير الاثنين نؤمن بهم، نؤمن بالله ونؤمن الله الشافي وكمان غيره يشفي، الله الرزاق وغيره رزاق،
غيره أسباب يأتي منها الرزق الذي بيد الله، ولكن بدونها شقاء برضه، هي غير مستقلة. هذا معنى تكفر، تكفر بها يعني هي غير مستقلة. فلا تغضب إذا هي قالت لك مع السلامة ما بديك، قل مسخرة. أيوة. فنحن بنقفل الشاشة الآن ونذهب للعمل في الحياة، نتعرف على ربنا المحيي المميت الشافي القادر المقتدر، ونتعرف على الطاغوت أنه لا يفعل شيء ولا يقدر ولا شيء، ها، ونتعامل معه. ربنا جعل الأسباب للتعامل، ليس الطاغوت مكروه ونبتعد عنه، لا، الطاغوت نفهم أنه هذا ما بيده قدرة، مسخر ربنا، راح قال لي في شغل في شغل، قال لي ما في شغل ما في شغل، ما نشغل فيه. الشافي نفس الشيء، حاولت مستشفى مستشفى ثلاثة أربعة ما في، ما أكره الله علشان كذا، لا، علاقة مع الله، وأحاول من هنا، هو يبغى وقت آخر، أو هذا الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأشياء حتى تقربني منه، وأنا بس أقرب من الأسباب وأدورها وأدورها، قرب منه، وبعد ذلك تشوف الشيء تلاشى، لعلهم يرجعون. هذا الهدف من العذاب، الذي يقنهم العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون، حبك ربنا. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وفق الله الجميع لما في الخير.